اسمح لي وإياك والمشاهدين أن ننتقل سريعا لعناوين فلسطينية وإسرائيلية لأستمر وإياك في تحليل الوضع الراهن، ونبدأ مع وكالة وفا. في وكالة وفا جاء استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق خان يونس. الشهيد عرفات كان أصيب برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة الحدودية في 8 حزيران الماضي شرق المدينة. في شبكة أجيال الإذاعية جاء استشهد الطفل أركان ثائر مزهر 15 عاما، وأصيب شابان واعتقل آخران خلال مواجهات مع جنود الاحتلال فجر اليوم الاثنين في مخيم الدهيشي جنوب بيت لحم. وأفاد مصدر أمني لوكالة وفا بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وشنت حملة دهم لمنازل المواطنين، واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والغاز وقنابل الصوت. أما في عرب 48، مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى ودعوات فلسطينية للنفير للقدس. اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الاثنين ساحات المسجد الأقصى من باب المغارب بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد، فيما دعت القوى الوطنية والإسلامية للنفير العام والرباط في المسجد الأقصى للتصدي للمقتحمين. واقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى على دفعتين، وبين أمس الأحد واليوم الحديث عن نحو 1455 مستوطنا على الأقل. صحافة إسرائيلية: إذ جاء اليوم في إسرائيل يوم من المفروض أن يحدث انقلاب داخل إسرائيل بشأن قانون الأبوة وتأجير الأرحام للمثليين. الحديث عن نحو 80,000 متظاهر وقفوا أمس في تل أبيب. أما في صحيفة كالكاليست، أحد المنظمين للمظاهرات المثلية يؤكد قوة التنظيم ويرى أن التغيير قادم لصالح المثليين في إسرائيل. في واينت، صفارات الإنذار تدوي في الجولان. الحديث عن قذيفتين تصدت لهما القبة الحديدية عند العاشرة وأربع دقائق من صباح اليوم. الجيش قال بأن الموضوع ما زال قيد البحث. في معريف، عن واقعة الجولان نفسها صباح اليوم جاء بأن مواطنين شاهدوا أعمدة دخان ترتفع في سماء المنطقة وسمعوا دويا انفجارات. عن نفس الواقعة أيضا جاء فيها آرتس عن ما حدث في الجولان. نقلت صحيفة آرتس أن دوي إطلاق نار من قبل طائرات سمع في المكان إلى جانب أصوات تفجير ودخان. التفاصيل غير واضحة. إذن في لدى الفلسطينيين في الداخل هنالك قانون القومية وهنالك مسألة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، ولكن الشارع الإسرائيلي المركزي وسط تل أبيب، الشركات الكبرى منشغلة في موضوع مختلف تماما ليس له علاقة، وهو موضوع المثليين جنسيا ومسألة تأجير الأرحام. بينما في غزة منشغلون كل الوقت بعدوان إسرائيلي لا يتوقف. دكتور مازن، يعني هذه الجولات التي شهدناها خلال الأسابيع الأخيرة على غزة، عدوان ثم تدخل مصري وعالمي ثم يتوقف، وبعد أيام عدوان من جديد، ليلة دموية ثم مرة أخرى تدخل مصري عالمي ثم يتوقف، مرة ومرة ومرة، ما المعنى من ذلك؟ يعني بداية هو يوجد حقيقة قراءة للمشهد الإسرائيلي العسكري أنهم لا يريدون الآن في الدخول في عدوان أشبه بعدوان 2014 و2012 و2008. هذا يعني مدعاة لنا لكي نقرأ ماذا يحدث في الحكومة الإسرائيلية من تناقضات ومن تباينات، ومن أيضا وجود إسرائيل في أزمة، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الشخصي. هو يريد في النهاية الخروج من هذا المأزق. دائما غزة هي التي تدفع ثمن هذه التباينات والاختلافات الإسرائيلية. هذا بجانب آخر، إسرائيل في
كما تقدمت سفيرتها في الأمم المتحدة، سفيرة في الأمم المتحدة دانون بشكوى ضد الفلسطينيين، ونصها أن هذه الطائرات الورقية هي إرهاب ضد البيئة وضد الحياة المواطن والمستوطن والجندي الإسرائيلي. بالتالي هذا يضعنا أمام حالة اللا هدوء واللا حرب وحالة هشاشة الوضع القائم منذ 4 سنوات منذ الحرب الأخيرة 2014. هذا أيضا يدعونا إلى قراءة لماذا يتم كل ذلك. هناك مقاومة فلسطينية تتجلى من خلال خروج المتظاهرين الفلسطينيين العزل تجاه الحدود الشرقية رفضا للحصار، رفضا للإغلاق. آخر 48 ساعة دكتور، كان هنالك آخر 48 ساعة إذا نظرنا إليها كان هنالك فعلا إيقاف للطائرات الورقية والبالونات الحارقة. هل يمكن أن يسجل ذلك كنجاح إسرائيلي بأن التصعيد آتى أكله وما أرادته القيادات الإسرائيلية فعلا نفذ؟ كانت هناك اجتماعات جادة ومعمقة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وبين حماس، وذلك لإعادة قراءة أساليب المقاومة ضد الاحتلال، وأيضا تفويت الفرصة على الاحتلال لاستغلال مسألة الطائرات الورقية لشن عدوان واسع أو عدوان مجزأ ضد الفلسطينيين، لأن إسرائيل واضح أنه لا يرضعها لا قانون دولي ولا شيء. إسرائيل فقط هي تريد إملاءات القوة على كل شيء. إسرائيل تريد فقط مفاوضات واهية وتفاهمات سياسية. يقدم الفلسطيني دائما التنازلات وأيضا يتنازل عن حقه المشروع في المقاومة حتى التي كفلتها تلك القوانين الدولية. إسرائيل التي تتباكى على الطائرات الورقية تسمح لنفسها بإطلاق النار الحي والصواريخ والقنابل على الفلسطينيين العزل، تقتل منهم ما تشاء. الدم الفلسطيني عند إسرائيل هو دم رخيص، وأما الدم الإسرائيلي هو دم مقدس. بالتالي القاتل الإسرائيلي يكافأ، أما القتيل الفلسطيني فهو يتحول إلى إرهابي ويجب تقديمه إلى المحاكمات. بالتالي إسرائيل بالفعل تفضل. دكتور بدي أسألك لو سمحت في سياق آخر ولكن متصل بشكل مباشر، ولكن لو سمحت باقتضاب بسبب يعني الوقت لم يسعفنا. الموقف الأمريكي في قضية صفقة القرن، فجأة هنالك خمود وخمول إعلامي ما. باختصار ما الذي حدث بالأسبوعين الأخيرين؟ في الأسبوعين الأخيرين ونتيجة فشل المبعوثين الأمريكيين في إجبار الأطراف في الشرق الأوسط على قبول هذه الخطة التصفوية الأمريكية المعروفة بخطة القرن، والتي لم تعرض مكتوبة وإنما هي عرضت إعلاميا، وهي حقيقة هي فرض حقائق على الأرض. بدأت باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومن ثم فرض نقل السفارة الأمريكية إلى قلب القدس. فشل المبعوثين الأمريكيين في فرض رؤيتهم، فشلوا في إقناع الدول العربية المعنية وخاصة مصر والأردن والسعودية بقبول الطروحات الأمريكية. كان هناك تمسك عربي بأن الحل الممكن والحل المقبول هو حل الدولتين. أيضا كان هناك موقف فلسطيني صلب وتحركات جماهيرية رافضة لهذا المشروع، وأيضا مواصلة مقاطعة التواصل والاتصالات مع الحكومة الأمريكية للشهر السابع على التوالي. هذا الأمر أدى إلى الحكومة الأمريكية برئاسة ترامب وعبر مبعوثيه وعبر توجيه رسائل مختلفة أنهم يريدون فقط فرض حلول إنسانية اقتصادية انعاشية. هم أرادوا تحويل أيضا صفقة القرن بصورة واهية وبصورة اتفاقية لكي يوهموا العالم أنها صفقة إقليمية. هم أرادوا أيضا مع روسيا إعادة تقسيم النفوذ والعودة إلى 80 عام ماضي. بالتالي صفقة القرن هي سياسة أمريكية فاشلة، والوزارة الخارجية الأمريكية اليوم تشهد بهذا الأمر. الدكتور مازن صافي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والتحليل الموسع في قضيتين مركزيتين.
إذن ما زالت الصور تصل من مدينة سخنين بأن القوات الهدم الإسرائيلية أتمت هدم منزلين في منطقة السائل هناك، وانسحبت القوات قبل قليل. هنالك مجموعة من الإصابات، منها إصابات لنساء وإصابات أيضا لكبار في السن في المكان. الأعضاء كنيسة يتواجدون هناك، وكانت قد نودي في سماعات المساجد في محاولة لمنع هذا الهدم، ولكن القوات الإسرائيلية أصرت على ذلك. ورغم اقتراب المواطنين والمواجهات، إلا أن الهدم تم وانسحبت القوات بشكل نهائي. السؤال: ما الذي سيحدث؟ للتذكير فقط، قبل أقل من أسبوعين كان هنالك هدم لمنزلين آخرين في قلنسوة. ماذا حدث؟ لا شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.